قبل 2016 و17 و18 انا كنت شايف ان في مشكله في التواصل مع شباب مصر. دي حقيقه كان في مشكله. طب اعمل لقاء تلفزيوني كل اسبوع مش كفايه. طب الجرايد والاعلام ما حصل تطور كبير، بقى في مواقع تواصل اجتماعي وبقى في وسائل اتصال جديدة ومختلفة. وبالتالي لغاية لما شاب برضو قال طب ما تعمل مؤتمر للشباب وتتكلم معاهم. أنا بكلمكم كإنسان كان على الجانب الآخر عنده مشكلة، كمسؤول عنده مشكلة، عايز يكلم شباب وشباب وشابات مصر في الوقت ده. عملنا المؤتمر الأولاني زي ما اتقال كده، ولما اتعمل كان المؤتمر يعني مقترح انه يتعمل مره واحده وخلاص. لما لقينا انه منصه رائعه للتواصل بيننا وبين شبابنا وشاباتنا، وبقى في فرصه، ولقينا ان هو فكره اكتر من رائعه عند التطبيق، يعني لما طرحناها او طرحت كفكره تتعمل كان لها حجم من التقدير، لكن لما تنفذت اتبين ان التقدير اكبر من كده بكتير. وبالتالي قلنا ان احنا نعملها على مدار العام، والحقيقه كنا بنقول من 2 لـ3 مره، اسف، من 2 لـ3، كل 2 لـ3 شهر نلتقي ونتكلم ونطرح بقى موضوعات كثيره جدا جدا، والمسؤولين اللي في الدوله يتكلموا والشباب يسالوا ونرد عليهم.